مرحبا وصباح الخير. اليوم حبيت نشتغل مع بعض تكنيك الكراكلي، بس ما رح نستخدم وسيط الكراكلي وإنما رح نستخدم البديل. بصراحة أنا أشوف النتيجة حقه أفضل من الكراكلي نفسه. أنا سبق وحطيت الشرح بالصور، بس هلأ رح تشوفها إن شاء الله بالفيديو. طبعا رح نحتاج إلى العلبة اللي رح نشتغل عليها. أنا العلبة اللي عندي هون أريد لونها أحمر، فاللي رح يشتغل على أي علبة تانية كرتون أو خشب طبعا لازم يأسس العلبة باللون اللي يبغاه يجي تحت التشققات. نحتاج إلى لون الأكريليك أبيض، غراء الألمرس بلو، هذا هو البديل اللي راح نستخدمه مكان الكراكلي. طبعا أنا جربت أكثر من لصاقة لحتى أطلع بهذه النتيجة، بس هذا ألمرس هو اللي أعطاني أحسن نتيجة، هو والغراء الخاص بعجينة السيراميك اللي متوفر عنده. طبعا ممكن أي غراء عندك بتجرب، إذا أعطاك نتيجة حلوة ليش لا. راح نحتاج إلى فرشتين مسطحين حجم كبير شوي، نحتاج إلى مناديل الديكوباج. أنا عندي هون هذه اللي تجي حجم الكلينكس الإيد، طبعا هو يجي أحجام حلف ما يفتح. هذه هي حبيت أحطها على العلبة الأحمر لأن هي جاي الألوان مع بعض مثل ما أنتوا شايفين، ونجم الحفل اللي هو مجفف الشعر، وهذا ضروري لأنه من غيره ما رح يطلع لنا تشققات أبدا. رح تشوفوا في إصبعي لون أحمر، هذا لأني غطيت العلامة التجارية اللي كانت هنا بالعلبة. هي ملاحظة دائما لما نشتغل علب تتسكر بهذه الطريقة، الأفضل إن المكان اللي يجي في غطاء العلبة ما نحط تحته شغل لحتى ما تصير صعبة في الغلق والفتح. لهذا أنا حطيت علامات عند حدود الغطاء، وراح أحط من الناحية اللي فوق شريط لاصق، هذا الشكل، بس نحط الشريط فوق العلامة ب يعني 3 ملي أو 4 لحتى ما يجي شغل الكراكلي تحت الغطاء، وإنما يجي عند حد الغطاء بالضبط. اوكي جهزتها هلأ وراح نبتدي الكراكلي. اول شي بنحط طبقة من الغراء بهذا الشكل. طبعا اللي ايده خفيفة بالشغل ممكن يشتغل سطح العلبة كله وبعدها يرجع يحط اللون، بس انا لانه اليوم ايدي ما بتساعدني فراح اشتغل جزء جزء. في حركة انا اسويها بتعطيني شكل احلى لما يتشقق، اني احط اللون مربع كده طول وبعدين عرض طول عرض، هذه لما بتنشف تعطيني شكل كتير حلو وبتساعد ان التشققات يكون حجمها اكبر. راح تشوفون ان شاء الله نتيجتها لما تخلص. طبعا هذا اللي احطه انا هلا لون الاكريليك. اوكي هلا بعد ما حطيت اللون جفف الشعر. شايفين كيف بلش يتشقق عندي؟ رح استمر بالمجفف لحتى تبان التشققات اكثر. هذه هي النتيجة، وطبعا لساته في غراء أبيض بيبان تحت، لما تنشف تماما راح تبان عندنا تشققات أكثر.
شايفين كيف طلعت تشققات عندنا. انا طبعا ما اقدر افضل ماسكه مجفف الشعر لحتى تنشف نهائيا، يعني بس حطيتها لها شويه هواء لحتى تشقق عندي اللون، وراح اخليها تنشف تلقائيا. ان شاء الله راح نرجع بعد ما تخلص يعني تنشف تماما. انا هنا خلصت العلبه بالكراكلي ونشفت. طبعا انا خليت الحافه حق الغطاء لونها احمر في البدايه، ما فكرت بهذه الطريقه لهذا ما حطيت عليها شريط لاصق فتوسخت الحافه، فهلا جالسه احط عليها لون احمر نفس درجه اللون ونستنى عليها تنشف ثم نشتغل الكراك سوري نشتغل عليها بالديكوباج. بالنسبة للديكوباج أنا ما راح أقطع الرسمة بالمقاس لأني ما أبغى تجي محددة، وكمان أبغى يجي شوي من هاللون الكريمي اللي هو البيج الفاتح بالعلبة، ما حبيت تفضل كذا كلها بيضة. هذا المنديل اللي عندي 4 طبقات، المعروف إنه مناديل الديكوباج تيجي 3 طبقات بس في منها يجي 4 مثل ما انتم شايفين، 1 2 هذه الثالثة وهذه الرابعة. أشيل 3 طبقات هذا الشكل. انا لما اشيل باقي المناديل التنتيف راح يكون اسهل ببساطة، راح امسك الرسمة كذا احط ايدي عن طرف الرسمة واشد بهذه الطريقة. راح انتف الورود اللي انا ابغاها. لما ننتف كذا لما نلصق المنديل ما تجي حواف محددة، هذا اللي حلو بالتنتيف خصوصا لما يكون عندنا لون الخلفية بالنابكنز مختلف عن اللون اللي مشتغلين فيه على سطح العلبة. خلاص بننتف الورد مثل هذه الطريقة مثل ما انتم شايفين، وراح نرجع لحتى نشتغل على العلبة. طبعا بعد ما نتفت المناديل، هي طريقة الديكوباج جدا سهلة، بس نحط طبقة من الغراء اللي هو اللصاق، نحاول ان الطبقة ما تكون سميكة. يفضل دائما لما نستخدم الديكوباج يكون عندنا الرول الاسفنجي، لانه لما نمرر الرول بيشيل كل الغراء الزايد اللي على سطح العمل. بس للأسف ليومنا هذا من يوم جيت وانا ادور الرول الاسفنجي ما لقيته. هلا بنحط المنديل بهذه الطريقة بشويش. نحاول انه ابدا ما نحط الغراء فوق المنديل، لانه اذا حطينا الغراء راح ينسحب معنا المنديل وهذا اللي نحن نبغاه. بحط بعد ما حطيت المنديل بهذه الطريقة، بما انه ما عندي رول اسفنجي افضل اجيب قطعة بلاستيك لانه بايدي راح يلصق على المنديل، امرر بهذه الطريقة او اضغط زي ما تحبون. خلاص وهذه هي رسمتنا صارت لاصقة. طبعا راح نستنى عليها تنشف وراح اشتغل انا باقي العلبة ونرجع نلتقي لحتى نشوف باقي الخطوات. طبعا لما كنا جالسين نشتغل ديكوباج احجام صغيرة عادة اننا اول ما نحط المنديل نمرر عليه بطبقة من اللصاق من فوق لانه ما يأثر، هي بس الاحجام الكبيرة اللي ممكن تتحرك معانا النابكنز تتكمش، بس الاحجام الصغيرة ما يأثر. هلا راح نتف انا الزايد، هي المفروض نخليها لحتى تنشف بس انا واحدة مستعجلة، لهذا نتفتها هلا. خلاص انا كذا خلصت الديكوباج، راح استنى عليه ينشف لحتى نكمل باقي الخطوات. هذه هي الرسمات اللي انا حطيتها ونرجع بعدين. استنينا على علبتنا حتى نشفت تماما، وهلا راح نحط عليها طبقة الحماية وهي الورنيش. طبعا اللي مو متوفر عند الورنيش ببساطة ممكن يحط عليها طبقة من الغراء الابيض، الغراء اللي استخدمناه بالكراكلي او اي غراء تاني.
الورنيش اختياري، اللي يحب يستخدم اللمعة يستخدم اللمعة، اللي يحب المطفي يستخدم المطفي. هذا الرشاش الورنيش سبراي، بس انا راح استخدم اليوم هذا، ينحط بالفرشات. هون حاطين كلير اند جلوس فور سيراميك فلاور وود اند ديكوباش فينيش، يعني شفاف وفيه لمعة. انا راح اجربه اليوم ان شاء الله ما تكون لمعته كتير، لان ما احب اللمعة كتير. طبعا انا راح احطه بالاسفنجة لانه اسرع. بس نحط كمية كده. ونمرر الورنيش على العلبة بهذه الطريقة لحتى نغطي العلبة كلها. أحب العمل بالأسفنجة لأنه ما بتخلينا خطوط مثل الفرشاة، خصوصا إذا كنا حاطين طبقة سميكة. خلص هذه هي الطريقة، رح نستخدم كل العلبة ونرجع نلتقي لما تنشف إن شاء الله. هذه هي نتيجة شغلنا مثل ما انتم شايفين، بخطوات جدا سهلة وبسيطة قدرنا نعمل علبة شكلها حلو. طبعا العلبة كانت ممكن ناخذها ونرميها بسهولة، بس حلو اننا نستفيد من الاشياء اللي متوفرة عندنا. مثل ما انتم شايفين انا هون حطيت نقطات من المحدد الذهبي، مو حبا في المحدد الذهبي بس لانه انا اول لما اشتغلت ما حطيت هنا الشريط اللاصق، فما عجبني الحفة اللي كانت هنا، كان شغلها ما هو نظيف ومرتب، مشان هيك حطيت هذه النقط الذهبي لحتى تغطي لي العيب. وكمان حطيت شوي على سطح العلبة. طبعا هذا هو شكلها من الجوانب. يلا طبعا حتى اسفل العلبة اشتغلته لانه كان عندي الغراء واللون مسكوف، فقلت خليني استفيد منه. طبعا مثل ما شفتوا خطوات جدا سهلة وبسيطة والنتيجة حلوة. طبعا لهذا العمل واعمل تاني احلى احلى بكتير، بتلاقوها ان شاء الله بمنتدى ورد للفنون، يسعدنا تشرفونا هناك. واذا في اي سؤال او استفسار راح تلاقوا الموضوع الخاص بالعلبة موجود بقسم الفن والاشغال اليدوية. الله يسعدكم يا رب، وثانكيو، مع السلامة.